وهكذا نجد المتأخرين منهم اليوم يكفرون حكام المسلمين، بل يكفرون العلماء، بل يكفرون عامة الناس. والله يا أخي، أحدهم قلنا له نأتيك بكلام الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، نعم، فقال ما أكثر من هذا إلا هذا. الله المستعان. ثم يخاطبني أنا والشيخ عبد السلام يقول أنتم لستم مرتدين. لا، لستم مرتدين، أنتم كفار أصليون، أنتم ما عرفتم الإسلام أصلا. ثم كنا في وقت الحج ويشير إلى الحجاج يقول شفت هؤلاء الحجاج أكثر من مليونين ليس فيهم رجل عرف الله. الله المستعان. انظر هذه الجرأة العظيمة في التكفير. من صفاتهم التي نراها أنهم غلاظ القلوب، نعم، يفعلون ما ينفر منه الإنسان بفطرته، سبحان الله. ومن جهلهم يتورعون عما دونه بكثير، سبحان الله. وأذكر قصتين، قصة في القديم وقصة في العصر الحاضر. نعم. في القديم الخوارج الأولون وجدوا عبد الله ابن خباب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسروه وامرأته معه وهي حامل، فأخذوه معهم. فبينما هم يسيرون وجدوا خنزيرا، نعم، لرجل من أهل الذمة، فضربه أحدهم بسيفه فشق جلده، فقال الآخر خنزير لذمي كيف تستحل أن تضربه؟ فذهب إليه واسترضاه حتى رضي، سبحان الله. ثم مروا بتمرات ملقاة فأخذ أحد فوضعها في فمه فقال سبحان الله بغير إذن ولا ملك، فأخرجها من فمه. ثم جاءوا إلى عبد الله رضي الله عنه فقتلوه. الله المستعان. ثم ذهبوا إلى امرأته فقالت لهم امرأة حبلى اتقوا الله، فبقروا بطنها وأخرجوا الله وليدها وذبحوها. لا إله إلا الله. انظر سبحان الله، يتجرؤون على قتل هذا الصحابي الجليل وقتل هذا الجنين الذي لا ذنب له وقتل هذه المرأة الحبلى، ويسترضون الذمي لأنهم ضربوا خنزيره. الله المستعان. وأما في الحاضر فقد رأينا جميعا قصتين صغيرتين جدا. أما أولاهما فذبحوا امرأة قطعوا رأسها، ثم قام أحدهم يلوح برأسها، فاختلف فقهاؤهم هل يجوز له أن يمس شعرها أو أن هذا حرام. ما وقفوا عند قتلها، نعم، ولا كان في هذا إشكال. الإشكال هل يجوز أن يمس شعرها أو لا يجوز؟ هو قتلها، وقتلها ثم أمسك شعر، اختلفوا هل وقع في حرام لأنه أمسك شعرها أو لم يقع في حرام.